جيلا بعد جيل ينقل فصولها الأجداد للأحفاد، أبطالها أبناء هذا الوطن المعطاء. من أعظم دروسها ربط الأجيال الحاضرة بماضيها المشرق المجيد الذي صنع رجالاته العظام مغرب اليوم الذي نعيش فيه جميعا نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار والاستقرار. ومن بين هؤلاء الأبطال الأشاوس الذين بنوا هذا المغرب المعاصر، أولئك الشهداء العظام، شهداء المقاومة وأعضاء جيش التحرير، وعموم الوطنيين والفدائيين المخلصين الذين نترحم اليوم على أرواحهم الطاهرة عرفانا بما قدموه من تضحيات جسيمة في سبيل الحرية والانعتاق والكرامة والوحدة الترابية والاستقلال، وتجسيدا لقيم البرور والوفاء لأرواحهم الزكية. إن هؤلاء الشهداء وأبطال التحرير فيهم تجلت الوطنية الصادقة والإيمان الحق، فرووا بدمائهم النقية أرض هذا البلد الأمين، مسترخصين مهجهم وأرواحهم في سبيل الدين والوطن. يحدوهم قول الحق سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وهذه أيها الحضور الكريم فرصة ثمينة لاستحضار ذكريات شهداء هذا الوطن الذين تعاقبت مواكبهم منذ زمن بعيد حتى تظل حاضرة في الأذهان ومنقوشة في الوجدان. لقد أبلوا البلاء الحسن فكانوا وطنيين مخلصين صادقين، ففازوا بإذن الله سبحانه وتعالى بالرضوان المقيم في جنات النعيم. وفيهم وفي أمثالهم أنزل الحق سبحانه وتعالى قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، فقال عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. اللهم ارحم جميع أموات أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق ملك البلاد أمير المؤمنين محمد السادس لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم هيئ له بطانة صالحة تعينه إذا ذكر وتذكره إذا غفل، أمين. اللهم بارك في الأمير مولاي الحسن وصن جلالته شقيقه المولى رشيد وفي سائر الأسرة الملكية إنك سميع مجيب. اللهم ارحم الملكين المجاهدين محمد الخامس والحسن الثاني، اللهم طيب ثراهما واجعلهما وسائر الشهداء مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بحرمة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله يجزيكم بخير، الله يطول عمركم. الله يجزيكم بخير، شكرا لكم. على دبلوم كما كتشوفوا هذا الاحتفال الفني اللي كنظموا مجلس جامعة مكناس بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب الخالدة، وكذلك بمناسبة ذكرى عيد الشباب المجيد. خلال هذا الحفل هي مناسبة للتعريف أولا بخريجي المعهد البلدي واللي حازوا على جوائز أولى، دبلومات ديال الجوائز الأولى والمراتب الثانية في مختلف مجالات الموسيقى والرقص الكلاسيكي. وحنا اغتنمنا هذه الفرصة اللي تشرفنا بزيارة عامل عملة مكناس والوفد الرسمي المرافق له بزيارة المعهد البلدي للموسيقى والوقوف على المنجزات هذه المؤسسة الثقافية والفنية. كل هذا الحفل وكل هذا الأنشطة اللي قمنا بها كتدخل في إطار احتفالات الشعب المغربي بهذه الذكرى الغالية والخالدة، ذكرى ثورة الملك الشعب وذكرى عيد الشباب المجيد. ومن خلال هذا الاحتفال كذلك تنعطي واحد المجموعة من الإشارات اللي يهضر عليها صاحب الجلالة في الخطاب ديالو الأخير على مستوى العمل الجدي، وبكل صدق لأنه كاين عمل جدي وانتم وقفتوا عليه اللي كيعطي منتوج على جميع المستويات. الآن تنشوفوا منتوج فني، تلاميذ باقيين طلبة صغار ولكن بدعوا في مجال فني على مستوى راقي جدا، ولا عندهم صيت على الصعيد الوطني وعلى صعيد الوطن العربي. وهذا هو دور المؤسسة، دور مؤسسة المعهد البلدي الموسيقي للأدوار التربوية والثقافية والفنية. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارتاجيو الفيديو وديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.